السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو صهيب الفاعوري، مهجر من مدينة حمص، من مقاتلين أبناء حمص القدامى. جئت إلى هذا الاعتصام وأصبح صارنا إلى اليوم حوالي 100 يوم في هذا الاعتصام المبارك. نحن قام الاعتصام لنيل الحرية والكرامة لشعبنا بعد أن ضاقت علينا الأرض بما يتحمله الإنسان. نحن تكالبت علينا الأمم جميعا، من الجار ومن الصديق علينا. اليوم نحن نقف وقفة شرف من أجل حريتنا، وسوف نبقى مستمرين في هذا الاعتصام حتى تحقيق أهداف الاعتصام في الحرية والاستقلال إن شاء الله. وهدفنا الأول والأخير هو إسقاط النظام الطاغية بشار الأسد ومن مرتزقته ومن الإيرانيين الفرس الذي قدموا إلى بلادنا حمص ومستحلين مدينة حمص، وإن شاء الله سوف نقوم بتحرير مدينة حمص من هؤلاء قريبا إن شاء الله. الحرية للمعتقلين والرحمة لشهدائنا، وبارك الله فيكم جميعا وحياكم الله.